الاحباب ان شاء الله تكون بالف خير. معكم فنان ديالكم عصام سرحان. اليوم كيف ما كتشوفوا كانت واحد الاحتفاليه زوينه بزاف. انا لحظات قليله وغادي نكون مع الجمهور ديال مدينه اسفين اللي كنقول لهم كل الحب والاحترام. طبعا هو سبق لي زيارات متعدده كانت عندي في مدينه اسفين، مدينه الثقافه والفنون. كانوا حفلات يعني ربما تقول عليها حفلات خاصه، ولكن اليوم هو اول حفل عندي بمكان عام مدينة اسفين اللي الحمد لله كان معتز بهذا الحفل هذا، اننا غادي نشوف الجمهور ديالي في مدينة اسفين. دائما كانوا كيكتبوا لي لي كومونتير في الانستغرام لا في التيك توك لا في فيسبوك، دائما انا اجي لاسفين اجي لاسفين. حنا جينا لاسفين الحمد لله بمناسبة كبيرة بزاف اللي هي احتفاء بعيد ميلاد مولاي الامير مولاي حسن، اللي كنتمنوا له ان شاء الله طول العمر باذن الله، وكذلك كافة الاسرة الملكية العلوية. طبعا انا زيارة ديالي المتكررة لمدينة الاسفي كتكون دائما عندها علاقة ب كنصير رحيم مع الاصدقاء ديالي الفنانين، من بينهم مراد البوريقي اللي هو صديق عزيز عليا بزاف، وكنعتبره من اخ يعني بحالي تعتبره انه من العائلة، سواء هو سواء الوالد ديالو سي الحسن البوريقي. فدائما كنجي كنتردد على مدينة الاسفي فاش نتلاقى، وكيكون عندنا دي بروجي. وكذلك عندي واحد العلاقة زوينة مع مدينة الاسفي مع الجمهور ديالها بالذات، لانه هو جمهور سميع وذواق، دائما كيقلبوا على الفنانين اللي كيغنيوا الطرب واللي كيهتموا بالذوق الرفيع. فعندي واحد الصلة زوينة صراحة مع جمهور مدينة الاسفي. ربما انا حيت يمكن جيت شحال هادي جيت الاسفين دابا كنشوفها في واحد التطور كبير بزاف، يعني تحية للمسؤولين ديال مدينة الاسفي على الاهتمام ديالهم بالمرافق العموميه. وزعما ما صراحه انا كنشوف مدينه اسفي غادا بواحد غادا فواحد تنميه زوينه بزاف. كنتمنى لهم ان شاء الله يا ربي دائما يكونوا في افق احسن واحلى ان شاء الله. اكيد طبعا دائما كاين الجديد، مادام حنا في الفن الا وكاين الجديد. كنخدم ان شاء الله على واحد الالبوم اللي غادي ينزل قريبا، البوم فني سميتو مليحه الاندلس، ان شاء الله ترقبوه قريبا. طبعا شكرا للجمعيه اللي نظمت طبعا هذا الحفل البهيج اللي حنا سعداء جدا بالحضور ديالي معهم. شكرا للجمهور اللي جاي يحضر بزاف بكثافه، هذا كيشرفني بزاف. وشكرا للناس اللي كيتابعوني دائما، وشكرا للموقع ديالكم، شكرا جزيلا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.